في المدينة أيضاً هناك مقبرة لشهداء ثورة رشيد علي الجيلاني أو ثورة مايس التي غيرت مسار تاريخ العراق، حيث أشاعت روح الوطنية العراقية وروح الوحدة مع الدول العربية، وثبتت فكرة إنهاء التبعية للإنجليز رغم إخمادها. ففي مايس من عام 1941 ضربت الطائرات الإنجليزية حامية العمارة واستشهد عدد من أفراد الحامية، وبعد هذا الهجوم هرع أهالي العمارة إلى محل الحادث وشيعوا الثوار الأبطال بتظاهرة ضخمة طافت أرجاء المدينة، واقترح أبناء المدينة بإقامة مقبرة للشهداء، لا تزال المقبرة شاخصة للعيان.